ينضم إلينا من غزة للحديث عن الانتخابات الفلسطينية المقبلة وانعكاساتها على الشارع والقضية الفلسطينية الدكتور حسام الدين الدجني، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني. أهلا بك دكتور حسام معنا. بداية، لأول مرة منذ 15 عاما مرسوم رئاسي يحدد موعد إجراء الانتخابات، ما أهمية هذه الانتخابات في هذا التوقيت بالذات؟ تفضل. مساء الخير. أهمية هذه الانتخابات بالدرجة الأساسية أنها تأتي في ظل استشعار الخطر الشديد المحدق بالقضية الفلسطينية، في ظل قطار التطبيع الذي مضى مسرعا نحو العديد من العواصم العربية، وفي ظل التحول في الولايات المتحدة الأمريكية ووصول جو بايدن إلى سدة الحكم، ومع ازدياد مطالب المجتمع الدولي لا سيما الاتحاد الأوروبي بعد قرار الرئيس أبو مازن في نهاية 2018 حل المجلس التشريعي. منذ 2018 الاتحاد الأوروبي يمول سلطة بلا سلطة تشريعية، وهذا يتنافى مع قيم ومبادئ، وبذلك هناك ضغوط أوروبية على الرئيس عباس، وأيضا في ظل احتياج الشعب الفلسطيني للتجديد ولعملية ديمقراطية يفرز قيادات جديدة. وفق كل هذه العوامل جاءت الإرادة الفلسطينية لتجسد أو تتجسد في المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس قبل يومين. لكن دكتور حسام، هناك جدل اليوم بين جدوى الانتخابات بحد ذاتها، وهناك في الفلسطينيين شريحة عريضة تشكك بإمكانية إقامتها. إلى أي مدى ترى بأن مثل هذه الرؤى فعلا قابلة لأن تتحقق على الأرض وإعادة سيناريوهات الخلافات خصوصا بين الفصيلين الكبيرين حماس وفتح؟ يعني ما بين التشكيك والجدوى هناك فرق، دعني أفصله قليلا. التشكيك مبرر من قبل الرأي العام الفلسطيني، لأنه ليست المرة الأولى التي يراقب الشعب الفلسطيني لدى قيادة فتح وحماس أن هناك تقدما في ملف المصالحة، وعندما يتقدم ويتم التوقيع على أوراق يكون الشيطان يكمن بالتفاصيل فتعود الأمور إلى ما كانت عليه وإلى نقطة الصفر، وبذلك التشكيك مبرر. ولكن عندما نقول أنه ما بين التشكيك وما بين الجدوى، لا، هناك جدوى من هذه الانتخابات. قياس الجدوى هو مرتبط بطبيعة الواقع الذي نعيشه كشعب فلسطيني. هناك واقع سياسي واقتصادي واجتماعي وعسكري وأمني واستيطان وتهويد وكل أشكال العذاب في القضية الفلسطينية، وهناك تراجع للقضية الفلسطينية وصورتها أمام المجتمع الإقليمي والدولي، وهذا ما يفسر ذهاب الدول نحو التطبيع، بعض الدول العربية. وبذلك الانتخابات ستحسن، ليست هي تمتلك مفاتيح الجنة، ولكنها ستحسن الواقع الموجود، ستحاول أن تفرز قيادة جديدة منتخبة تقدم للعالم أنها تمثل الشعب الفلسطيني، وبذلك الانتخابات ستحرك المياه الراكدة، لن تنهي الانقسام، ولكنها تضع يعني خطوة أولى أو تشكل خطوة أولى نحو إنهاء الانقسام. نعم. طيب دكتور حسام، يعني التصريحات الأخيرة للفصيلين الكبيرين والمختلفين منذ أزيد من 13 عاما، حماس وفتح نتحدث عنهما هنا، يعني لكل منهما كما يرى الشارع الفلسطيني توجهاته الخاصة، فالسلطة تتطلع إلى مثلا بعض الحركات السياسية وتثبيتها على الأرض، في المقابل حركة حماس وبعض الفصائل الأخرى تسعى إلى دعم المقاومة. كيف يمكن لجهتين مختلفتين كما يرى الشارع الفلسطيني أن يتفقوا في المرحلة المقبلة؟ هل هناك أرضية لقاء مشترك ما بين طرفين مختلفين؟ يعني دعني أضيفك من الشعر بيت، الحديث الآن يدور على قائمة بين فتح وحماس، أي بمعنى أن هناك قائمة مشتركة، والحديث حتى على رئيس توافقي. الكل يدرك أن واقع الانقسام عقد الأمور. هناك نظام سياسي مستقل بحد ذاته في قطاع غزة، ونظام سياسي في الضفة الغربية، قضاء وشرطة وغير ذلك، وبذلك التعاطي مع هذا التعقيد يتطلب بعض التنازلات، أي بمعنى تحالفات انتخابية وليست تحالفات سياسية، وهذا ربما يحصل وسيناريوهات كبيرة، ولكن له استحقاق مرتبط بأن تعود السلطة عن عقوباتها وإطلاق الحريات ووقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين السياسيين. في حال تحقق ذلك أعتقد أن هذا الملف سيطرح في القاهرة، يمكن أن تصل الفصائل إلى هذا التوجه كنقطة أو مدخل للإجابة على تساؤلات المواطنين في تقريركم. نعم. الآن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين انتقدت إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما ينص على إجراء الانتخابات العامة قبل عقد حوار وطني بين مختلف الفصائل. السؤال هنا، هل يشكل هذا القرار ضمانة لإنهاء الانقسام الفلسطيني في المرحلة المقبلة؟
يعني هناك تجارب طويلة، وهذه التجارب لم تفضي إلى نتائج. كما قلت، هناك حوارات في الدوحة، في اسطنبول، في القاهرة أكثر من مرة، في السنغال، في روسيا، ولم تفلح. وبذلك المسألة الآن تبدأ من الشعب، ثم بعد ذلك تنتقل. هذه تجربة جديدة لا مانع من تطبيقها، لأنها على العكس تماما لن يكون لها أضرار بقدر من الفوائد. وبذلك في حال يعني كان هناك حكماء تقدموا المشهد وحاولوا أن يذللوا كل المطبات والعقبات، في تقديري أن هذه الخطوة ربما تكون جديدة في طريق إنهاء الانقسام، حتى لو بقيت كما يقول البعض أنها دمقرطة الانقسام. في هذه الحالة بالتأكيد سنسحب الذرائع من إسرائيل التي تسوق أن هذه القيادة لا تعبر عن الشعب الفلسطيني، وأن حماس حركة إرهابية. وبذلك في حال دخلت حماس منظمة التحرير، ستحرج المجتمع الدولي لرفع حماس من قوائم الإرهاب، أو على أقل تقدير أرهبت كل الحالة الفلسطينية. وبذلك نكون أمام تحدي، وهو انتفاضة شعبية أمام الاحتلال الإسرائيلي، وإعلان بشكل واضح وصريح أن نعم. هذا الخيار فشل، خيار التسوية وعملية السلام. طيب سيد حسام، في حال لم يعني لم تكن الانتخابات التشريعية بين الحركتين قائمة في قائمة ضمن قائمة موحدة، السؤال هنا ماذا إن فازت حركة حماس كما حصل سابقا؟ ما الضمانات بعدم العودة إلى مربع الانقسام؟ وكذلك الأمر فيما لو فازت فتح، ما الذي يضمن ألا يعود الشعب الفلسطيني إلى ما حدث فترة الانقسام؟ يعني عدم النزول في قائمة واحدة يطرح العديد من القضايا والسيناريوهات، أهمها أن هذه الانتخابات قد تصنع انقساما جديدا وربما اقتتالا جديدا، وهذا ما لا يتمناه الشارع الفلسطيني. وبذلك أن يكون هناك تنافس حاد، في تقديري أنه مسألة صعبة جدا. وبذلك القائمة المشتركة حل، ولكن في حال حصل ذلك أنا في تقديري أن الانتخابات هي حاجة خارجية وليست حاجة داخلية بالدرجة الأساسية، رغم أنها حاجة داخلية من إرادة الشعب، ولكن توجهات القيادة هي ضمن ضغوط خارجية. وبذلك في تقديري حتى لو كان هناك قائمتين، الواقع في غزة سيبقى كما هو، والواقع بالضفة سيبقى كما هو، ولكن أمام المجتمع الدولي هناك قيادة جديدة. نعم، في سؤالي الأخير إليك دكتور حسام الدجني، إذا كانت الرئاسة الفلسطينية جادة بإجراء الانتخابات، ما الداعي لإنهاء خدمات قضاء وندب آخرين وتهديد القضاء بأمنهم الوظيفي قبيل الانتخابات المزمع إجراؤها خلال الشهور المقبلة؟ وما المطلوب لضمان نزاهة يعني هذه الانتخابات؟ يعني هذا المرسوم بقانون هو أثار جدلا كبيرا في الحالة الفلسطينية. هناك حالة تفرد من الرئيس محمود عباس، الكل يدركها في الحالة الوطنية الفلسطينية. استقلال القضاء هو جزء من الدستور الفلسطيني، من القانون الأساسي المعدل لعام 2003. وبذلك على الرئيس كما جاء اليوم في بيان 23 مؤسسة أهلية وحقوقية التراجع عن هذا القرار. ولكن أريد أن أقول أنه في حال جرت انتخابات تشريعية، فإن كل مراسيم بقانون التي أصدرها الرئيس عباس طوال فترة الانقسام ستخضع للمجلس التشريعي الجديد، وبإمكان المجلس التشريعي الجديد أن ينهيها وأن لا تصبح أي مفعولها، على العكس تماما أن يتم التراجع عنها. الدكتور حسام الدجني الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، كنت معنا عبر سكايب من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.